السلام عليكم، ازيكم يا سنة رابعة؟ ذاكرت الدرس اللي فات؟ النهاردة هناخد تطبيق على التكيف على حيوانات بتعيش في التلج. ازاي يقدر البطريق انه يعيش في درجة الحرارة الباردة؟ ازاي بيقدر يعيش في التلج؟ البطريق بيقدر يعيش في درجة الحرارة الباردة لما بيستخدم التكيف التركيبي والتكيف السلوكي. خلينا نشوف مع بعض ازاي البطريق بيستخدم التكيف التركيبي والسلوكي، وليه أقدام البطريق ما بتتجمدش مع إنها مش متغطية ولا بالريش ولا بطبقة الدهون. خلينا نشوف مع بعض التكيف في البطريق. التكيف في البطريق، إزاي البطريق بيقدر يعيش في درجة الحرارة الباردة دي ويقدر يعيش في التلج؟ البطريق عنده تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. تكيف تركيبي يعني فيه تركيب في جسمه أو أجزاء في جسمه هي اللي بتساعده انه يقدر يعيش في البرد. البطريق عنده طبقة من الريش، طبقة من الدهون، ده اللي بيخليه يديله طاقة وتديله حرارة فيقدر يعيش في الجو البرد ده. شايفين شكل الأجنحة بتاعت البطريق واخدة شكل المجداف، فحركة البطريق حركة الأجنحة بتاعته هي اللي بتساعده انه يقدر يعوم في المي. يبقى التكيف التركيبي في البطريق الريش وطبقة الدهون اللي بتساعده على التدفئة وبتبقى مادة عازلة من درجة الحرارة الباردة، الأجنحة على شكل مجداف علشان يقدر يتحرك في المية. تكيف سلوكي يعني سلوك البطريق بيتعلمه أثناء حياته. البطريق بتعيش في مجموعات، مفيش بطريق بيعيش لوحده كده، لازم يعيشوا مع بعضيهم، بيبقوا قريبين جدا من بعض، ده علشان يدفوا بعضهم وعلشان حاجة تانية علشان يحموا نفسهم من الافتراس، لان ممكن الحيتان ممكن ان هي تصطادهم، فلما يكون هم كلهم متجمعين مع بعض بيبقوا قوة كده، بيبقوا متحدين. فالتكيف السلوكي ان هم بيعيشوا في مجموعات علشان يحموا نفسهم من الافتراس ويحموا نفسهم من درجة حرارة الجو البارد. طيب ازاي الرجلين او اقدام البطريق ما بتتجمدش مع اني ما فيهاش ولا ريش ولا طبق الدهون؟ سبحان الله، ربنا عامل لهم تركيب داخلي. ازاي؟ شايفين هنا الاوعية الدموية دي؟ الاوعية الدموية هنا بتكون شايلة الدم الدافي، الدم الدافي ده اللي جاي من جسم البطريق من فوق، وهنا الدم البارد اللي بيكون مرتبط على طول بالارض وبدرجة الحرارة الباردة. فسبحان الله، الأوعية الدموية اللي جاية من الجسم اللي هي الدافية بتلف حوالين الأوعية الدموية الباردة وبيتبادلوا مع بعض الحرارة. فالأوعية الدموية الدافية بتنقل الحرارة للأوعية الدموية الباردة، وبكده القدم بتاع البطريق أو رجلين البطريق بتفضل دافية وما بتتجمدش. ده نتيجة انتقال الحرارة من الأوعية الدموية اللي جاية من الجسم للأوعية الدموية الباردة المتصلة بالأرض. شايفين هنا ده نوع مثال كده للأوعية الدموية، مفيش أي ارتباط ما بينهم، مفيش أي ترابط أو انتقال للحرارة. فهنا هنلاقي إن القدم دي هيحصل لها تجمد لأن مفيش انتقال الحرارة أو تبادل الحرارة، لكن هنا الأوعية الدموية بتلف حوالين بعضيها، الدافي بيتبادل مع البارد، وبكده قدم البطريق لا تتجمد. كده خلصنا التكيف في البطريق. الغابة هنا ضلمة قوي، انت عارفين ان انا خايفة جدا هنا، بس ازاي الحيوانات اللي بتقدر تعيش في الغابة وبتقدر تعيش بالليل وتتكيف في الضلمة وتقدر تصطاد زي الخفاش؟ ازاي الخفاش بيعرف يطير مع انه مش طائر؟ ازاي بيقدر يشوف ويصطاد الحشرات والفرائس؟ خلينا نتعرف على تكيف الخفاش وازاي بيقدر يعيش بالليل وينام بالنهار وازاي بيعرف يصطاد الحشرات. التكيف في الخفاش،
ازاي الخفاش بيقدر يعيش في البيئة اللي هو عايش فيها، وازاي بيقدر يتحرك في الضلمة، وازاي بيقدر يطير؟ الخفاش عنده تكيف تركيبي. تركيبي يعني اجزاء في جسمه هي اللي بتساعده على انه يعيش ويطير. زي ايه؟ خلينا نشوف التكيف والاجزاء اللي في جسمه اللي بتساعده على انه يطير. ملاحظين هنا ان الخفاش ذراعه طويل جدا، وكمان اصابع ايديه خفيفة ورفيعة، وجناحه خفيف وشفاف. كل ده اللي بيساعده على انه يطير بسهولة مع انه مش طائر. يبقى عندي الخفاش ذراعه طويل، اصابع ايديه خفيفة ورفيعة، وكمان جناحه خفيف وشفاف. كل ده بيساعده ان هو يطير. ملاحظين فم الخفاش شكله ايه؟ ليه فم مميز وانياب مميزة؟ ده علشان يقدر يصطاد الحشرات ويمص دم الحيوانات بسهولة. يبقى التكيف التركيبي أذرع طويلة، عظام أصابع خفيفة، أجنحة رقيقة، وفم مميز. طب هو إزاي بيقدر يشوف الفريسة بتاعته في الضلمة؟ إزاي؟ ده عن طريق حاجة اسمها الصدى، تحديد الموقع بالصدى. واخدين دلوقتي بالكو إن الخفاش بيصدر موجات صوتية معينة. الموجات ديت أول ما تخبط في أي جسم، سواء كان الجسم ده جسم الحشرة أو شجرة أو أيا كان الجسم، أول ما الموجات الصوتية دي بتخبط في الجسم، الخفاش على طول بيعرف يحدد موقع الجسم ده ويلقطه. واخدين بالكو هنا عمل إيه الخفاش؟ أصدر موجات صوتية. الموجات الصوتية دي أول ما خبطت في الجسم الحشرة عملت صوت صدى، الخفاش على طول عرف يقدر يحدد مكانها ويلقطها. ده التكيف التركيبي. التكيف السلوكي يعني سلوك حاجة بيتعلمها الخفاش في فترة حياته. الخفاش كائن ليلي. ليلي يعني بيعيش بالليل وبينشط بالليل وبينام بالنهار. طب هو ليه بينشط بالليل؟ علشان يقدر يصطاد الحشرات بسهولة، وعلشان يقدر يمص دم الحيوانات بسهولة من غير ما تحس وهي نايمة. وبينام بالنهار. بس بصوا بينام ازاي؟ بينام رأسا على عقب. يعني ايه؟ يعني رجليه لفوق وراسه لتحت. علشان ايه؟ علشان اول حاجة يحمي نفسه من الشمس. شايفين الجناح مغطي وشه ازاي؟ فبيقدر ان هو يحمي وشه من الشمس الصبح، وعلشان يوقف الطيران، يعني بيوقف حركة الجناحات بتاعته فبيوقف طيران وينام. يبقى التكيف السلوكي ان هو بينشط بالليل، ده سلوك، وبينام بالنهار. وبينام ازاي بالنهار؟ بينام مقلوب، رجليه لفوق وراسه لتحت، وبيبقى مغطي وشه بالجناح علشان يحمي نفسه من أشعة الشمس ويوقف طيران. وبكده نكون خلصنا التكيف التركيبي والتكيف السلوكي في الخفاش. انتوا دلوقتي هتختاروا حيوان او طائر او حشرات، اي نوع من الكائنات الحية دي، وتعملوا عليها بحث وتشوفوا التكيف التركيبي والتكيف السلوكي للكائن الحي ده، وازاي ان هو بيقدر يتعايش مع البيئة اللي عايش فيها. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في درس جديد. باي باي.